السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو نتاع اليوم غادي تشوفوا التخفيضات اللي راها متواجدة الآن، وغادي نعرفكم أيضا على المحل اللي نشري من عنده معظم مستلزمات المطبخ والأواني تاع المطبخ، وغادي تشوفوا أيضا المشتريات نتاع اليوم مع الثمن نتاعهم، وغادي نقدم لكم أيضا وصفة لابايلا بطريقة سهلة وتجي بنينة بزاف. هذه الوصفة تلبية لطلبات بعض الأخوات. سنبدأ أولا في تحضير لابايلا. بسم الله. هنا في المقلاة راني واضعة القليل من الزيت، وأضفت كوب ونصف كوب نتاع روز، يعني الروز غادي نحمصوه. من تحمصوا الروز تحصلوا على لابايلا بنينة، وأيضا في الأخير الروز يطيب لكم بسرعة وما يشربش بزاف السائل ولا المرقة. غادي نحمصوه ونخلوه على جهه، وتقدروا الاستغناء على هذه المرحله، وفي الاخير تضيفوا الروز عادي، لكن غادي يستغرق بعض الوقت باش يطيب، وايضا يمتص لكم بزاف السائل. هنايا سنحتاج الكالامار. وضعت في المقله شويه زيت، زدت له كالامار هذا كونجلي، اضفت ملح فلفل اسود، غطيته وخليته قليلا والنار تكون متوسطه. بعد هنايا مي شفت الخليط هكاك شويه يغلي، اضفت له زوج فلاق ثوم او 2 قطع مبشورين مع قطعة تاع طماطم مبشورة، وخليتهم على نار قوية دقيقة أول تنين. كالامار ما لازمش النار تكون قليلة، كي تكون قليلة غادي الماء تاعها كاع يخرج يولي مطاطي. بعد خليتها على جهة. وهنايا لي كروفات ولا الجمبري استعملت كمية قليلة، وضعتها في المقلاة مع شوية زيت ملح وفلفل أسود، وخليتها أيضا تتقلى على نار متوسطة. من بعد أضفت لها ثوم مبشور وطماطم مبشوره، يعني نفس الطريقه كيما حضرت الكالامار. هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما شفتها صايد خلها طياب، اضفت لها الثوم المبشور وطماطم مبشوره، وخليت تحت هذاك السائل نشف شويه. من بعد خليتها على جهه. يعني في لابايلا ماذا بكم السمك كل نوعيه طيبوها لوحدها، لان كل نوعيه ومده الطهي نتاعها. استعملت في هذه لابايلا قطع نتاع دجاج، وضعتهم في المقلاه مع شويه زيت، وخليتهم يتقلاو شويه. من بعد اضفت لهم قطعه نتاع بصل مقطعه قطع صغيره، اضفت ايضا ملح فلفل اسود، خلطتهم قليلا. من بعد غطيتهم وخليتهم على نار متوسطه او متوسطه وهاديه، وتخلوهم يتقلاو شويه. واستعملت ايضا حبه فلفل قطعتها الى شرائح، وسنحتاج معها ايضا جلبانه. بعد ما شفت هنايا البصل داب وتكرمل، غادي نضيفوا له الفلفل والجلبانه ونخلطوهم شويه ونخلوهم ايضا يتقلاو. لابايلا دائما كل ما تزيدوا مكون خلوه يتقلى شويه، ولابايلا ايضا تتطلب المكونات، والمكونات اللي شفتوهم في هذا الفيديو لثلاث اشخاص، لان في البيت ماشي كاع اللي يحبوا السمك. واضفت ايضا هنايا ما صورتش الثوم مبشور 2 قطع صغيره، وحبه طماطم كبيره مبشوره، وغادي نضيفوا الماء يكون يغلي، ودائما خلوا الماء ساخن. الى نشفتوه نشف تقدروا تزيدوا. من بعد هنايا اضفت ايضا الرند يعطي بنه مليحه لابايلا، وغادي نخلوهم فوق نار متوسطه حتى نشوفوا لحم دجاج طاب، وتقدروا ايضا اضافه الكركم كما لاحظتوا في الصوره. غادي نخلطوهم قليلا ونغطوه ونخلو اللحم دجاج حتى يطيب. هنايا كي تشوفوا لحم دجاج طاب غادي ننزعوه باش نحمروه، تقدروا تخلوه عادي يعني على حسب الذوق نتاعكم. وكما لاحظتوا مي كان يطيب لحم دجاج كي ينشف لي الماء نزيد شويه حتى شفته طاب. من بعد هنايا راني ننزع في هذوك القطع وغادي نحمرهم. من بعد في هذه المرحله غادي نضيفوا الروز، والروز هنا واحد الخمس دقائق غادي يكون يطيب. هنايا كي وضعته خليته دقيقه او تنين. من بعد اضفت لي كروفات ونزيدوا ايضا كالامار. وهنا المدة الطهي كانت تقصيرة 5 دقائق، وطفيت على النار لأنني حمصت الروز من قبل، لكن لا استعملت الروز عادي يعني ما حمصتوش، وتقدروا تستعملوه ماشي محمص. في هذه المرحلة من ترمي الروز تخلوه حتى يولي طايب شوية، يعني نصف طياب عاد باش تضيفوا كروفات وكالامار. هنا خليتها غلا بضع دقائق، خاطش كي نطفي عليه غادي الروز هذاك الثاني يزيد يمتص هذاك السائل، خصوصا لا حمصتوه يمتصه بسرعة. دوك تشوفوا هنا بعد ما طفيت عليه بعد دقيقتين، شوفوا كيفاش امتص السائل وغادي يزيد يمتص اكثر.
بالنسبه لهذوك القطع تاع الدجاج انايا حمرتهم، لكن تقدروا توضعوهم عادي مع الروز نتاعكم. هنايا في هذا البور راني واضعه ملعقه كبيره نتاع زبده او مارغارين ذوبتها، بعد اضفت لها ملح فلفل اسود كركم وايضا قطعه نتاع ثوم مبشوره، ودهنت هذوك القطع نتاع الدجاج ودخلتهم للفرن على درجة حرارة عالية تحمروا لي قليلا، يعني مدة قصيرة في الفرن لأنهم راهم طايبين. ومن بعد توضعوهم هكاك تشبحوا بهم البلان تاعكم، كما راكم تلاحظوا الروز زاد امتص السائل المتبقي، وده هو الطبق نتاع اليوم. واش هي طيبة. والآن غادي نعرفكم على المحل اللي نشري عليه معظم الأواني ولوازم المطبخ، كان داير تخفيضات كما راكم تلاحظوا. هذه لا ماشينا با الثمن تاعها 25 دولار. هنايا العجان بانواعه، كاين تاني هذه لا كريبيير، هذه تاني شريتها غادي نجرب فيها لي كريب، الثمن تاعها راه معقول كما غادي تلاحظوا 30 دولار. وهنايا الدولار الكندي ماشي الامريكي لانه ماشي نفس الشيء. وهذه كوفخيي شفتوها معايا، شريتها من قبل ما يديروا عليها تخفيضات كما راكم تلاحظوا. هذه طيب زوج تاع لي كوفخ مع بعض. هنايا لي ميكسور، كاين عده اشياء مفيده للمطبخ زعما لي راهي باغيه تجدد. هذا الوقت هم دايرين بزاف تخفيضات. هنايا بريس بانيني ايضا كما راكم تلاحظوا. هادو لي باتري دو كويزين تاني راهم دايرين عليهم تخفيضات كبيره، ومعظم المحلات تاع الاواني راهم دايرين هاد التخفيضات ماشي غير هذا المحل. كاين ايضا هادو راكم تشوفوا فيهم اللي وضعوا فيهم التوابل الملح وفلفل اسود وتوابل اخرى، كاين عده انواع يعني على حسب الذوق نتاعكم. كاين هادو لي بلاك شوفونت شريت منهم تاني لان الثمن تاعهم كان معقول كما راكم تلاحظوا. يعني هذا الفيديو عملته للاخوات اللي طلبوا مني في التعليقات منين نشري الاواني تاعي. انا معظمهم نشريهم منا، لكن نشري في اماكن اخرى مثل كنديان تاير ولا محلات اخرى نتاع اواني. يعني معظم المحلات اللي راهم هنايا يديروا تخفيضات، لكن هذه المره كاين تخفيضات كبيره راهم يديروا فيها باش يليكيدوا السلعه تاعهم. دوك في الاخير تشوفوا جميع الاشياء اللي شريتها هذا النهار. هذا المحل نمشي له مره على مره، خصوصا ملي تكون خاصتني حاجه، الا ما لقيتهاش عنده نروح نشوفها في محل اخر. وهنا غادي نقدم لكم الاشياء اللي شريتها هذا النهار. هادو هما المشتريات تاعي، شريت هاد لا بلاك شوفونت، شريت ايضا هاد لا كريبيير. يعني لي كريب تاعي انا دائما كنت نديرهم في مقلات عاديه، هاد المره غادي نجربهم فيها. وهنايا سله تاع الخبز فيها اون سيرفييت والغطاء نتاعها يعني بريزونطابل. وهذه ايضا هذه جد تطبيقيه للخبز، تحتفظوا الخبز الداخل فيها. كاين تاني نوع اخر جاي من الخشب، دائما كي نلقى هكا تخفيضات نجدد الاواني نتاع المطبخ. والثمن نتاعهم كامل القاملي 150 دولار كاع اللي شفتوهم الان. وصلنا الى نهاية الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله.